السلام عليكم. قررت بقى مش شكرا قررت بقى مش شبه البيت الترم اللي فات في الفاينل بتاعه. هو الفكرة كلها هنا في البروجكت ان هو بيقول لك ان انا عندي تو سنسور، لو انا واحد على الشباك الاولانية وواحد على الشباك التانية، فلو انا عندي القراءة بتاعت السنسور الاولاني اكبر من السنسور الثاني فشغل الموتور مع عقارب الساعة. طيب لو قراءة الشباك التانية اكبر شغاله عكس عدد الساعة، تمام؟ هو بيديني إن هو أنا عندي 2 اي بي سي 6 بت، طبعا ممكن يغير ال 6 بت في الامتحان. ممكن يديني 2 ال ام 35 اللي هو بتاع التمبريتشر سنسور، واحدة على بورت A واحدة على بورت A2، ماشي. قال لي إن أنا عايز الموتور اللي عندي ده يشتغل على 2 فيز ويتوصل لبورت 1 ويشتغل 6 ديجري على الستيب، تمام. يبقى انا هعمل اول حاجه 360 على 6، بس هو عايز يشتغل تو راوند زي ايه اتنين، ماشي. طبعا ده تو فيز هنشوف على اتنين كمان. فبيقول لك التمبريتشر كون بورت ايه، يعني ريد سنسور ده لو هي اكبر من ريد سنسور الثاني فاعمل ايه، شغال مع عقارب الساعه. طيب لو العكس شغال عكس عقارب الساعه، وقال لك طبعا ان انا عندي بورت ايه 0 0، بورت اي 1 0 2، يعني هو عرف ان الاربع بورتات بتاعت الشباك الاولانيه. طب الشباك الثانيه عرف بورتين بس فيه، عرف الايه والكنترول، تمام. طبعا هكتب في العمليه دي 0 0 و2 و4 و6، دولت زوجي، تمام. ايه والتانيين 9 و15، تمام. تعالى ركز كده عشان نعمل ايه، نعمل مابينج ازاي ده الموضوع. دلوقتي انا مطلوب ان انا اجيب شبكتين، سوري، اجيب سلكين من دولت يفرقوا لي ما بين الاربعه دول، وسلكتين يفرقوا لي من دول. بس ده اول حوار مهم. انا لو ركزت هنا ان انا عندي في الاي 1 والاي 2، سوري، في 1 وفي 2 عندي هنا 0 1 2 3، فبتفرق ما بينهم. وفي الشباك الثانية برضه في واحد وفي اتنين فرق ما بينهم لأنها صفر واحد، فأنا هاخد دولت على الشيبس دي، سوري، على الـ اس 1 والاس 2، على الـ معلش دي واحد واتنين. فأنا لما أجي هنا أهوت هاخد أهوت هنا على الاس 0 والاي 1، هاخد عليها الاي 1 واتنين، وهنا نفس الكلام اس 0 والاي 1. كده أنا فرقت ما بين البطاقة، ناقص بقى أفرق ما بين الشباك نفسها. يعني انا امتى اشتغل على الشباك الاولانيه وامتى اشتغل على الشباك الثاني. فانا هاجي ابص هنا، طبعا لقيت في ايفل وود. اول حاجه اللي انا بفكر ان الايفل احط لها اس والاود احط لها الباس هاي ايه ده، يعني بص بص بدون تفكير دي اول حاجه. وهحط لها ثاني حاجه ايه، طبعا احنا عندنا النمبر انبوت اوتبوت ده اساسي معانا برضه، وهنا اساسي معانا النور انبوت اوت ده على الشيبس اللي. طب انا ممكن ازود كمان بالله بالتأكيد، وطبعا الدكتور اوقات بيحسب عليها لو انت ما زودتهاش. لو انا بحس هنا ان في 3 فوق اصفار الشباك الاولانيه والشباك الثانيه في حاجه، فخلاص هاخد في 3 كمان، فاخدها فوق منفيه، سوري، مثبته في 3 لان هي اكتف في اللو، وتحت هنفيه، يبقى اخد نفي الكيو 3. طب ليه هنفيها؟ هنفيها لان هي واحد، فلما فات او صفر ما تشغلش الشباك. هنيجي نركز هنا كده على الشباك، مش عايز الصلاه في ايه؟ طب لحظه معلش، تمام. فاحنا هنا
هرجع على الشيبس اللي بتاع الشباب العالمية، احنا اتفقنا ان كيو 3 هاخدها بصفر زي ما هي، لان هي دايما صفر هناك، فانا خدتها بصفر اهو، تمام، فانا خدتها بصفر. طبعا الميجو ام اتقابل ثابت، واحنا اتفقنا ان في الايفل باخد دايما كيو صفر، الايفل دايما بدون تفكير، فانا خدتها هنا معايا اهو، طبعا العناوين صفر سبعة، ماشي. طب تعالى بقى في الاود، طبعا من 8 ل 15، ودايما بناخد الباص هاي انيب اساسي من غير فقر، النمبر ام اوتبوت اساسي معايا برضه فوق وتحت، هيبقى كيو 3، كيو 3 تحت الشباك الثانيه ابو حي، فانا لازم انفذها، فانا هاخدها منفيه اهوت عشان اطلع صفر، وبالتالي تشغل ايه؟ تشغل الشباك الثانيه. طبعا عدد اللفات زي ما قلنا 360 في 2 على 160، طب ال 2 دي بتاعت ايه؟ بتاعت التو تير، قال لك ان هتخليه يلف لفتين، تمام. نكمل بقى كود كده، تقريبا كل التوصيلات. لسه في حاجه بقى، توصيله الرايت، طبعا انتوا عارفين ان التوصيل الاول ما تقدرش تكون برضه السي اس بالارضي والريد بالارضي والفي ام بالارضي، وطبعا هاخد البي ام، البي ام موجب هوصلها لايه؟ للسنسور بتاعي، والسنسور موصله لما بالارضي ولما بالكهرباء، تمام. هيبقى يفضل لي الشريحة بتاعت الرايت، شريحة الرايت بقى ديت أنا هوصلها مع المطلوب، مع البتاع غير المطلوب اللي هي البي 7، هقول لك ليه بعدين. حتى هنا برضو نفس الإيه، الرايت بتاع الشريحة التانية برضو هوصلها بنفس البناية عشان يشتغلوا في نفس الوقت، تمام. لما أقول لهم يشتغلوا مع بعض يشتغلوا مع بعض. وطبعا احنا قلنا ان الكمبيوتر كونفرتر اللي عندي 6 بت بس، فبالتالي في بتين فاضيين اهو، 6 و7 ما بيستخدموش، تمام. نبدا بقى ايه، هم دول طبعا تحت التوصيل، نبدا نقول الكود هيشتغل ازاي. اول حاجه عرفت ايه، عرفنا البطاقات العناوين 6 4 6 زي ما هو قايل لي، وعناوين الشباك الثانيه 9 و0 اف، وهبدا اشتغل من عندي من الصفر. أول حاجة أنا هعرف الشباك الأولانية إن كله هيشتغل إيه؟ كل البورتات أو ما عدا ما عدا A1 هتشتغل إمتى؟ فبالتالي هرجع للجدول، هرجع للرسمة اللي قلت لي إديها لي، وهعمل الكود ده، تمام؟ وهحطه على إيه؟ هحطه على A1، هحطه سوري هحطه على C1، وبرضه هحطه على C2، لأن C2 هي فيها بورت واحد بس اللي هو الإيه؟ شغال أو شغال إمتى؟ تمام؟ بعد كده هبدأ ايه بقى، هبدأ يعني هرجع الموتور هقفله ما هو شغال هفصله، وهخلي السنسور الرايت بتاعته بواحد، الرايت بواحد يعني مش شغال، بوقف السنسور ده اول ما ابدأ. فانا حركت اصفار على الموتور وعلى الدور بتاعت وعلى البناية السبعة اللي هي بتاعة الرايت، خلتها ايه، خلتها بواحد، واحد يعني ايه ما يقرأش لانه وقفت اللوب، وبعدين قلت له حطها لي على بي 1، تمام. بعد كده هبدأ بقى الكود بتاعي، الكود بتاعي هيشتغل ازاي؟ تعال نفكر. اللي مطلوب مني اول حاجه ان انا لما ابدا استخدم الكود هقول له اقرا لي القرايه اللي هنا، هقول له اول حاجه اول فعل لي فعل لي الرايت بتاع اللي فوق بتاع اللي تحت بتاع السنسورين، وبعد ما تفعل الرايت تمام استنى ديلي، الديلي عندنا كام؟ الديلي بياخد 100 مللي ثانيه عشان يبدأ يقرأ، وبعد كده اقفل ايه؟ اقفل الرايت واستنى ديلي بقى نفس الديلي، بعد كده ابدأ خد القراية من على البورت الأولاني والقراية من على البورت ده وابدأ اقارنهم ببعض، لو هما البي اي 1 هي كبيرة شغالها مع قرب الساعة، طب مع قرب الساعة ازاي؟ هشتغل من فوق لتحت، الكود بتاع الدور اهوت هشتغل من فوق لتحت، طيب لو العكس هشتغل من تحت لفوق. بس الواحد ده لسه هنتكلم عليه، بس سيبه بقى واحد اللي في الاخر بقى، تمام. بس هو ده الموضوع، وبعد كده كل شويه هبدا ايه اقارن من جديد اشوف الحراره بقت عامله ازاي، وعلى هذا الاساس هبدا احرك ايه، احرك الكود بتاعي، احرك الكود، فهبدا بقى الكود بتاعي ان انا هحط ايه، نتمنى ان هو هيلف 120 نقطه، 120 حد يعني اللي هو التوتال، فانا حطيت في دي اكس 120، وابدا اقول له ايه، اقرا لي الدي 1، اقرا لي الاداء اللي على الدي 1،
فكرت في ايه؟ تمام؟ دي 1، طب انا هقرا دي 1 ليه؟ عشان عايز افعل السنسورين. فانا لما افعل السنسورين، اللهم صل على النبي، عشان افعل السنسورين فانا لازم احط هنا صفر علشان افعل السنسورين. فانا هبدا ازاي بقى؟ فانا قلت له اول حاجه اقرا لي القرايه اللي على البورت بي 2، سوري بي 1. بعد ما قرات الدي 1 تعمل ماسك، الماسك تحط صفر على اخر التاج ومع الباقي وحايد، ما مع الوحايد مش هغير قيمته. امال مع الصفر هيكبر البت 7، لازم تبقى صفر. وبعد كده احطها على الدي 1، فكده مستنى ديلي. فانا كده فعلت الرايت، فالسنسور كده يقرا. بعد ما قرا وعمل الديلي بتاعه اللي هو 100 ملي ثانيه، هيبدا ايه بقى؟ هبدا اقرا، هبدا احط في الاي ال، احط فيها الرقم ده. الرقم ده اللي هو ايه؟ اخلي الموتور، اللهم صل على النبي، اخلي الموتور، اخلي الرايت يفصل، اخليها بواحد، الرايت يفصل، فبالتالي السنسور مش هيقرا. بعد ما كده اطلعها على بورت بي 1 واعمل الديلي عشان استنى 100 ملي ثانيه. وبعد كده هبدا اخد القرايه من على ايه؟ هاخد القرايه من على البورت اي 2 والبورت اي 1 وابدا اقارنها. فانا هقول له ايه؟ خد الاي ال، خد سوري البورت اي 2 حطه في الاي ال، كده قرات الناتج. بعد كده اعمل ايه؟ حط لي الاي ال في البي ال. فاضل لي حطيت الاي ال في البي ال علشان هاخد الاي ال تاني استخدمه في النقطه البورت اللي بعده، لان الاي ال بس هو اللي بيتحكم في القراءه. فانا خزنت الناتج في البي ال، الناتج بتاع البورت التاني. بعد كده هقول له اقرا البورت الاولاني وحط لي برضه في الاي ال. بعد ما يقرا هقول له اطرحهم من بعض، اطرح لي الاي ال من البي ال. معنى كده بقول له اطرح لي الاي ال واقسم بي ال، او بمعنى اصح اطرح لي البورت الاولاني من البورت الثاني. طيب لو 100 سالب، لو 100 صايد جامب، لو صايد امشي عكس عقارب الساعه. يعني الاي لو الاثنين هي كبيره، يعني كبيرة يعني هيبقى سالب، امشي عكس عقارب الساعة. فأنا هجي الأول بقول له لو هي سالب روح عكس عقارب الساعة، طب لو مش سالب امشي مع عقارب الساعة، ده عقارب الساعة. هيعمل إيه؟ هيشغل الموتور عادي خالص، أدرس، وبعد كده موف تلف الـ AL اس أون، وبعد كده خرج لي AL على الـ DV1، وبعد كده أعمل الديلي، وبعدين ديكريمنت الـ DX. دي اكس اللي هو ايه؟ اللي انا بدات بيه الاول خالص اللي هو 120. تمام؟ بعد كده لو هو وصل روح للاسفل. لو انا خلاص خلصت 120 يبقى من الاول تاني 120 بدال. وابدا اقارن من جديد والكلام من ده. وبعد كده طب لو مش بصفر اعمل كومبير مع اخر قيمه في اخر قيمه في الصف. القيمه اللي هي لو انا وصلت لها اعمل ايه؟ اشتغل يعني ابدا من اول تاني، ابدا من اول الجدول من تاني. ابدا ما وصلتلهاش اعمل انكريمنت الاس ار، يعني انزل على تحت. تمام؟ وبعد كده جامب الايه؟ اللي ورا ده الانتي كلوك وايز. طيب بقى الكلوك وايز هيشتغل ازاي؟ سوري ده الكلوك وايز. طب الانتي كلوك وايز، الانتي كلوك وايز نفس الفكره. لود الديفكتيف ادرس، حطيت عنوان التيبل، حطيت الديفكتيف ادرس بتاع التيبل هنا، بس زودت عليه 3. طب ليه زودت 3؟ هو بيشاور على ديت، لا انا هزود 3 فخليه يشاور على ديت، وابدا انا اطرح لحد ما اطلع لفوق. مش انا هنا عملت انكريمنت في الكلوك، لا هنا اعمل ديكريمنت. فانا اهو قلت له موف الاي ال، حط لي عليها اس اي زائد 3. تمام؟ وبعدين ابدا اخرجها لي، وبعدين اعمل لي ديلي، وبعدين اعمل ديكريمنت. يبقى الفرق بين دي ودي، دي انكريمنت وده ديكريمنت. سوري ده ديكريمنت دي اكس. بعد كده اقول له جامب لو زيرو، لو زيرو روح للستارت. بعد كده ابدا تعمل كومبير باول قيمه، اول قيمه في الجدول اللي هي القيمه دي. لو انا وصلت لها روح تاني ايه؟ من اول الجدول، من الاول هنا، من اول الجدول. طيب لو ما وصلتهاش اعمل ديكريمنت. انا ديكريمنت للاس اي، فانا هنا عملت ديكريمنت، هنا عملت انكريمنت. تمام؟ وبعدين جامب ال فين؟ بس هو ادي الديلي احنا عارفينه، مفيش اي مشكله. الجدول بقى ايه الواحد ده؟ الواحد ده فكرته كلها ان انا بخلي السنسور دايما مقفول والموتور شغال ما يقرأش، فبخلي الرايت بواحد. ف
فبالتالي الصفر ما بيشتغلش. فانا هنا زودت واحد، هي اللي هي البناية بي 7، بي 7 خلينا دايما بواحد عشان السنسور ما يفتحش، اللي هي البناية دي بس. دي فكرة المسألة.